هو أراد ليس من أجل البقاء لدعمومة رئاسة الوزراء لمرحلة قادمة. فأنا التقيت به قبل أيام، يعني ممكن أقل 6 7 أيام، كان مستعد لمغادرة السلطة ويقول أنا كلفت بواجبين بمهمتين رئيسيتين واستطعت أن أنجزهما، ولكنه أنا على لا أطمح بها مرة أخرى، وكلامه صادق. وإن جاءت لا لا أعتقد لا أعتقد يرفضها. يرفضها؟ لا لا ما يرفضها. ما يرفضها؟ لا يرفضها إن جاءت. يرفضها؟ لا يرفضها. قليل من الناس من يرفض السلطة في العالم. أو نادر. بس علي بن أبي طالب رفضها. سلام الله عليه. سلام الله عليه.